جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأ معكم بأبرز العناوين. تقرير حقوقي يكشف عن ارتكاب زينبيات أكثر من 1400 انتهاك في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ عام 2017. في ظل جبايات ميليشيات الحوثي على العوائل، طلاب جامعة صنعاء يجبرون على العمل لتغطية تكاليف الدراسة. ضمن الجهود الرامية لتحسين منظرها الجمالي، شوارع مدينة المكلا بحضرموت تتزين بإنارات الطاقة الشمسية. أفاد مراسلنا في أبيان بتقدم وانتشار قوات تتبع لميليشيات الحوثي في وادي رحاب بمديرية جيشان. وأشار مراسلنا إلى أن تلك أولى خطوات الميليشيات العسكرية لدخول مركز مديرية جيشان والسيطرة عليها وعلى الطرق والمنافذ المتبقية لسكان المديرية، حيث تحاول ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على مرتفعات مدينة لودر بعقبة الحلحل التقدم والتموضع في مواقع متاخمة لمديرية جيشان، وذلك من خلال نصب نقاط عسكرية تسيطر على الطرق الجبلية للمديرية التي تربطها بمديرية لودر. شهدت جبهة كرش حمالة بمحافظة لحج تبادلا للقصف المدفعي بين قوات اللواء الخامس دعب وإسناد والميليشيات الحوثية. وقالت القوات الجنوبية في بيان أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد تمكنت من الرد بحزم على مصادر النيران الميليشيات، وتم التعامل معها وإخماد مصادر النيران المعادية مع تحليق للطيران المسير الحوثي. أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي من خلال الطيران المسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة. وأشار البرلمان العربي في بيان إلى تعنت ميليشيات الحوثي واستمرارها في تصعيد وتقويض فرص تسوية الأزمة وعرقلة تمديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدا دعمه لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. كشف تقرير حقوقي عن أكثر من 1400 واقعة انتهاك ارتكبها الجناح العسكري النسائي التابع لميليشيات الحوثي والمسمى بزينبيات، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نهاية الشهر الماضي. تقرير حقوقي يكشف المستور عن ميليشيات نسائية تدربت على أيدي ميليشيات عاثت بالأرض الفساد وشردت العباد. التقرير كشف عن الوجه الأسود للتنكيل باليمنيات من خلال ما يعرف بالزينبيات، والتي ارتكبت بحسب ذات التقرير نحو 1444 واقعة انتهاك خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2022. انتهاكات ميليشيات الحوثي شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية وملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات. كما شملت الاعتداءات على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية وتوزيعهن على نقاط تفتيش في مداخل ومخارج بعض المدن، إضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات. وبحسب التقرير فقد تورطت العناصر النسائية لميليشيات الحوثي بمقتل وإصابة 51 امرأة وفتاة، منها 6 نساء قتلن تحت الضرب المبرح بالهروات والكابلات النحاسية، وثلاثة قتلن إثر الطلق الناري المباشر. التقرير أشار إلى قيام كتائب الزينبيات باعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، فيما لا يزال هناك 231 معتقلة تم التأكد بأنهن في سجون ميليشيات الحوثي التي تشرف عليها الزينبيات. ولفت إلى قيام الزينبيات بإخضاع نحو 62 معتقلة ومختطفة ومخفية قصرا للتعذيب النفسي والجسدي داخل سجون الميليشيات التي تشرف عليها الزينبيات. وكشف التقرير عن تجنيد الميليشيات النسائية أكثر من 4000 فتاة وامرأة تلقين تدريبات قتالية في صنعاء، وبعضهن تلقين تدريبا في لبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. ونوه التقرير إلى أن الزينبيات تتشكل من عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إلى جانب التجسس والإيقاع بالخصوم ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
التهم حريق هائل عشرات الخيام في مخيم للنازحين يأوي 1200 أسرة بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. قالت مصادر محلية أن الحريق التهم ما يقارب 65 مأوى في مخيم الجش للنازحين بمديرية الخوخة الذي يأوي أكثر من 1200 أسرة. وفي السياق وجه محافظ الحديدة بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين وتوفير مساكن بديلة للمتضررين لعدد أكثر من 100 أسرة. أجبر العديد من طلاب جامعة صنعاء على البحث عن فرص عمل تعينهم على تغطية نفقاتهم الدراسية للاستمرار في مواصلة تعليمهم الجامعي بعيدا عن دعم أسرهم التي أنهكتها الجبايات الحوثية. يعاني الطلاب منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية فضلا عن الإيجارات السكنية، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، إذ يتراوح إيجار الغرفة الواحدة ما بين 30 إلى 40 ألف ريال شهري، ما يشكل عبئا كبيرا للطلاب خصوصا القادمين من محافظات أخرى ويعملون من أجل توفير مصاريفهم الدراسية بأنفسهم. أما عن آثار هذه الكارثة التعليمية فقد أثرت ساعات العمل الإضافية على مستوى تحصيل الطالب الجامعي، وهناك من تراجعت علاماته الجيدة بعد أن كان يحصد تقديرات تثير الإعجاب. وهناك تحديات أخرى يعاني منها طلاب آخرون، منها رسوم التحويلات المالية الباهظة والتي فرضتها ميليشيات الحوثي، حيث أصبح الطلاب يستلمون النصف ما كانوا يستلمونه بالسابق بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيات على التحويلات المالية. ومع وطأة الحياة المعيشية والمادية وجد الطلاب أنفسهم مجبرين على العمل والدراسة معا، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، لتضطر شريحة كبيرة من طلاب الجامعات للعمل في وظائف مختلفة وخارج عن تخصصاتهم الجامعية، وهذا من أجل كسب المال اليسير ليساعدهم في توفير مصاريفهم واستكمال تعليمهم وطموحاتهم العلمية. دشنت إدارة الإنارة بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت تشغيل إنارات الشوارع في مدينة المكلا، وتزينت الشوارع بإنارات الطاقة الشمسية، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحسين المنظر الجمالي للمكلا. وكأنها الشمس في رابعة النهار، شوارع المكلا مضاءة ولأول مرة منذ سنوات. تزينت المدينة واكتست بالإنارة صفراء وبيضاء تسر الناظرين. هذا المشروع جميل جدا، والإنارة جميلة، وقللت من حوادث الدراجات، لأن بعض الدراجات إنارتهم ضعيفة تسبب حوادث، أما الآن ما عادش حوادث بتصير لأن الشارع واضح جدا يعني، والإنارة واضحة ما شاء الله تبارك الله. صراحة يعني نتكلم حقيقة، والضوء مرة إبداع وقوي، وفي نفس الوقت يعني الحاجة الحلوة فيه إنه الضوء أصفر ما هو ضوء أبيض، يعني الأبيض ما يخليك تشوف حاجة صراحة، يعني إبداع حتى في اللون. نشكر المحافظ والسلطة المحلية على توفير الإضاءة في مكان مناسب زي هذا. طبعا الآن أصبح مقدور الجميع الجلوس والاستمتاع في الأماكن هذه. زمان قبل ما الإضاءة تلاحظ أنه كل عائلة تجيب كشافها وإضاءة خاصة بها، فتلاحظ الأماكن هذه جدا مهجورة، والآن الحمد لله ندعو الجميع تونسون إن شاء الله. مشروع إنارة شوارع المكلا بالطاقة الشمسية الممول من شركة النفط بساحل حضرموت يستهدف شوارع المكلا من جولة الريان شرقا حتى منطقة حلة غربا، وذلك ضمن جهود السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية بالمحافظة. هذا المشروع طبعا بالإضافة إلى شارع خلف وشارع الستين، كمية هذا المشروع من الكشافات توصل لحوالي إلى ما يقارب إلى 6000 كشافة بالطاقة الشمسية تغطي جميع شوارع مدينة المكلا. هذه كمرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنه يعني حسب العقد إنه بتغطي بعض الشوارع الرئيسية أو المداخل الرئيسية لباقي مديريات الساحل. وإلى كونه يضفي مظهرا جماليا لشوارع المدينة، سيخفف هذا المشروع الضغط عن مصادر الكهرباء ويوفر كميات إضافية لتغذية منازل المواطنين. إلى جانب مشروع إنارة الشوارع هناك أيضا مشروع آخر لإنارة شواطئ مدينة المكلا. المشروع جاء بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة
ضمن تدخلاتها التنموية بحضرموت. بهذا المشروع الممول من الإمارات سيجد المواطنين متنفسهم على السواحل، وتعود البوكلا عروس يتوق إليها كل عاشق. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، البوكلا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فصل قصير. نقابة وكلية طب الأسنان في جامعة عدن تنظم اليوم العلمي الأول لتجميل طب الأسنان. أهلا بكم من جديد. أشهرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رماه. خلال حفل الإشهار طلب الحاضرون أبناء مديرية رماه بالتكاتف ورص الصفوف ونبذ الفرقة والاستعداد للدفاع عن وادي حضرموت للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وللتصدي لكل القوى التأمرية على القضية الجنوبية والمشروع الوطني لأبناء الجنوب. نظمت نقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان اليوم العلمي الأول لتجميل طب الأسنان، وتم خلاله إقامة 7 محاضرات علمية ناقشت أبرز ما توصل إليه العلم في هذا التخصص. برعاية رئيس جامعة عدن وعلى هامش المؤتمر العلمي السابع لطب الأسنان، نظمت نقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان اليوم العلمي الأول لتجميل هذا التخصص. تقيم نقابة طب الأسنان عدن وكلية طب الأسنان اليوم العلمي الأول للتجميل في طب الأسنان، وكما نعلم أن طب الأسنان هو عبارة عن فن وإبداع وتجميل، والتجميل في طب الأسنان يعني مجموعة من التخصصات الطبية المهمة جدا في طب الأسنان. بإذن الله اليوم سنقيم هذا اليوم العلمي بسبع محاضرات علمية من أساتذة من مختلف جامعات اليمن الخاصة والعامة. اليوم نحن عندنا العديد من المحاضرات على هامش المؤتمر تحضيرا للمؤتمر العلمي السابع لطب الأسنان، وبالنسبة لي أنا فسأقدم يعني محاضرة حول التقويم، حول تقويم الأسنان. المؤتمر العلمي ناقش مجموعة من التخصصات العلمية من خلال إقامة 7 محاضرات علمية قدمها أطباء متخصصون من كليات عامة وخاصة، وتم خلال هذه المحاضرات مناقشة أبرز ما توصل إليه العلم في هذا الجانب. يقام اليوم العلمي الأول في التجميل في طب الأسنان، يقام في قاعة 7 في القاعة الملكية، يقام على هامش المؤتمر السابع لطب الأسنان. طبعا هذه المحاضرات تساهم في نشر أو زيارة ثقافة أطباء الأسنان في محافظة عدن، وتقام سنويا، وهناك العديد من الأنشطة. نحن كلجنة تنظيمية حرصنا على أن نقوم يعني بأن يقام المؤتمر بأفضل صورة وأفضل يعني شكل ممكن. نحن اليوم سعداء جدا في تواجدنا اليوم في هذا اليوم العلمي المميز المتمثل في تخصص الكوزمتيك أو التجميل كونه الأول والفريد من نوعه. هذا الحراك العلمي الذي حضره عدد كبير من المتخصصين والطلاب الدارسين سيساهم في تبادل الخبرات والمعلومات التي ستفيدهم في ذات تخصصهم وتعزز إمكانية تطوير هذا العلم محليا. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. أما الآن إليكم بالتذكير بأبرز العناوين. تقرير حقوقي يكشف عن ارتكاب زينبيات أكثر من 1400 انتهاك في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ عام 2017. وفي ظل جبايات ميليشيات الحوثي على العوائل، طلاب جامعة صنعاء يجبرون على العمل لتغطية تكاليف الدراسة. ضمن الجهود الرامية لتحسين منظرها الجمالي، شوارع مدينة المكلا بحضرموت تتزين بإنارات الطاقة الشمسية. نلقاكم مجددا على خير في أمان الله.